أحسن الله إليكم. هذا يقول: مالي من مصرف ربوي، هل يجوز لي أن أعتمر به؟ أرجو الإفادة. إذا كان هذا المال ربويا تعرف أنه ربا فلا يجوز لك التصرف فيه، بل تتخلص منه بوضعه في مشروع من المشاريع العامة تخلصا منه، ولا يجوز لك أن تتعبد به لله أو أن تأكله أو أن تتصرف فيه، لأنه مال حرام. نعم.